لكن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وحكيري إلهي كعبسو مير ورد شوكتي مركز مساجك شوكتي إلهي كعبسو بأوشير صدى يا عباد الله مركز مقصي كاقا كتشرتيد أما تليفون كاقا إيجيسي أتسمينا شد معصيات ياكو إيجي ياكو دول تاغن إيش يكو أرك توا إيش يسو إيش إلهي ماها كينو إحترامي لهين أينو كبقن لهين سو إلهي ماها مع ذلك إنك وحن إن هاي أسوأ حالة وحن نقول حن هاي مركن إلهي كلي لا تجونه إلهي مركن كلي لا تجونه أي نقدر يعني نكي زين العابدين مركو أشكتوني وحو أرن شري ونفتي سعن أنا ريو وحو أرن شري أنا الذي أخلق الأبواب مجتهدة على المعاصي وعين الله تنظر أنا الذي أخلق الأبواب مجتهدة على المعاصي وعين الله تنظر أنا جابوا يدوية قفك أنتم مخسنسكو صاحره وهو يدي كقرصده عفتيسة أي هو يدك قرصته عورة ذا أي إلهي أي إلهي وقف كاس دور تجي وأنا جبوري نكاس أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظر ومركو الله ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني يعني سبحان الله يعني أنت قف كاس وأنا جبوري سبحان الله وأنا قبول أنا الذي يعني ما أحلم الله إلهي سبحانه وتعالى إنه كفر هذا اليوم وكركرة صمها إنه عبت هذا الدبد الصفقه وكركرة إنك دش كيسان سيد وحساشة دك داون سيد دك حمان سيد إنه إلهي كصفر هذا اليوم وصبر لك وكركرة إلهي سبحانه وتعالى لكن ستر من الله رحمة من الله أي إلهي سبحانه وتعالى عبت نقري أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظر ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماليت في ذنبي ويستر وأني قبول نكاس أنا الذي أغلق الأبواب مركا النبي حكي لمعاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت حيثما كنت ما كنت كلجا أتى إلهي كعبس كلجا إلهي كعبس إمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أيوحى نبا كيري يا إمامنا يا شيخنا يا عظيم وقال سيد إمام أحمد بن حنبل وحى كيري إليك عني فنحن قوم وإحنا قفقوا وحنا هيبوي ضد إلهي سبحانه وتعالى عبتي سأستري والله لو كانت للذنوب رائحة ذنبي قبول هدو إليه أركص كهضة وكص فوحضة وضدك أركران ما جالسنا أحد عيد النوميس ودواتنا هذا ما أنت أكتهين معاصي وسعيد راقا قلوه يدنبي وسعيد راقا قلوه والله ننقو صهر فريستان والله ننقف مجي عيسى قاضين والله ننقف مجي عيسى حسين لكن فضل من الله ونعمة وين وضع أسترني مريق روح بضن وين وضع أسترني أرق روح بضن عيبتين هذا كما قراء وجهين كما قراء شركين كما صورا إلهي سبحانه وتعالى من حلمه ومن فضله وين أستر سبحانه وتعالى وين أستر مركا نبي صلى الله عليه وسلم معاذ حكي لي يا معاذ اتق الله حيثما كنت من رباتك إلى كعبس ويا يوم القيامة يوم القيامة وحن قرينا أردن أي الله صو ساري حبارا وح كشر أي صباحي وحوضناها كشر أي دبدة إيمانية وح ولا نصمين صغيرة وكبيرة
هل صغيرة هالنقطة أم كبيرة هالنقطة؟ يوم القيامة هلكا أيا رسول الله جيّا ضد من إسكاع استود تري ضد من كان دوما تري عيد إيموجين عرفت هيدا إن كم الله شكي سن تري إن كان وان الله شكي سن تري إن أنت بنو شكي تري إن أنت وان كش شكي تري وحاصل يوم القيامة ولا صوب من لجيا وحاصل ولا صوب من لجيا هذا وحي حبلها كل شيء لا صوب من لجيا فما بالك بما في الصدور بما في الصدور فيا عباد الله أن إلهك عبصم وهي النبي صلى الله عليه وسلم حكوية لنك أتعلى وحكى لكل مكرم بلعب قال اتق الله حيثما كنت من ورد شبت بإلهك عبصم وحن إذن الله هاي مركة إلهي اللقاء عبصده من ورد شب نبا رحمة إلهي النعمة السطر نعمة السطر أين قيمينه أين قدرينه أين نهي إلهي اللهم لك الحمد اللهم لك المنن اللهم لك الفضل اللهم لك الشكر كل تا أين نبه تانا وحي نغبه هنهي أين هلينا مركن تقوى دينا أين كرقا مركن عبسيد إلهي أين كردنه عبسيد إلهي نوحى كرديه والطاعة تزداد بالطاعة وتنقص بالعصيان وها عبصيد إلهي كرية وحوي أكردية إن إلهي سبحانه وتعالى طاعات كيس لبضي قفك مؤمن كأه علماء ديني رحمه الله يسلف كيني وحد بده أي صور ديان مي حساب سنشرين وحيدتكو أي أركان مي حساب سنشرين وحدتك لو لحسمايو هدي نقطة الصلاة هدي نقطة حج هدي نقطة إن إن صدقة هدي نقطة وح ما حساب سنشرين وح حساب سنشرين وح كل حياة أيجي إلهي مركا يا أمة الله ولا شيء وحن كويدي محي أديك إلهي كل حياة فالواحد سويدي سأديك إلهي محي دين الحياة بس صرت أتقرصتي عملك أتقرصتي إيان عدك الأوغين أبها أنو أوغين هو يدا أني أوغين إن هذا حاسد ونكا أنو أوغين عروت هذا أني أوغين هذا يوم القيامة صوبا لكي سوام حي بل إيش حجاب كوانو أرقنا حضور الحلقات كوانو أرقنا قرآن كوانو فهمني لكن محينو قرصن محينو قرصن بخلاف العلماء بخلاف أهل التقوى أنت أؤاسن أنت أؤاسن يا أنت موقتة وحبض ليد أنت آسن أنا أقول ما أنت أنت موقتة يا أنت آسن وحبض ليد أنت موقتة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحصوا لمن ينفت كصباح سأيو إياري عثمان بن عفان فقال يا ابن عفان أردت أن أولي عمر من بعدي وحند معين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن أولي بقى أردت مركب لنته محاك ولتها فقال يا خليفة رسول الله والذي بعث محمدا وحن كل أرانا يكيلا النبي إلهي نبي محمد صادري أعلم أو أظن أن سريرته خير من علانيتي أن سريرته وحقرين يا أي كب فضل بدن أو كخير بدن وحضات كتصو وحقرين يا وأنا عيد أوجين أي كب بدن بوجود وحيدات كوا أركيان وحي أركيان وحكب بدن وح أنكن يا إلهي لحيا ويا حسرة على العباد إنك نوحي نوا بابليك وفيسبوك وسناب شات وإنستغرام ويوتيوب وهلكن وأكاونت كيغا وواتساب كل شيء عمر بن الخطاب في إحدى روايات والله إذا حضوه وحارك عمر أبو بكر الصديق ومالين والبع كبحي مساجدك مركز السود نين كان حقوتك وأمير وحوي خليفة رسول الله
مكاسود دبقلي. وقيل عن عمر لكن أبو بكر أي أشهر. ودبقلي ننكني ننكي أن مسؤول مسؤولية أمد اللوردي بي خليفة رسول الله محوصة مايا وتيوض أحاركي أبو بكر بول يرسي قليا رضي الله عنه وأرضاه. ومن لي بمثلك يا أبا بكر تمشي رويدا وتجيء في الأول. أبو بكر always هو أول ليس بثاني. قده قلي أبو بكر مد كتشري عمر رد بدو كأيجي كخاوسي وصبح أبو بكر وسكتري عمر بكر ضب قال مخزقري بول كيرا وحقوق تجي إسلام إن دلا ومقعد أول قلا سبحان الله وإن دلا ضحي ويلو قال ضح. فقال يا أمت الله أدونت إلهي من هذا الذي يدخل عليك نكن خصو قال مالي والبواعي. فقالت والله لا أدري نكن يسو قال يا والله لا أدري يعني سبحان الله هو خليفة رسول الله وعيت والله ما أدري اسم شرحه ومير هذا وحان هاي أبو بكر الصديق ثاني الاثنين بان هاي نينكي نبي قال سو هاجري وحان هاي نينكي صدق حريص نفس صدق قيستي نينكي جهاد كقلي نينكي نبي قال إلك وحاصل المؤرن ومشيقن. فقالت والله لا أدري مو أقول نينكي نحياي. فقال يا أمت الله محوصة ميا وحيت لي سحرد هالك لقانا ويقق هذا وحرتا يرو هكا دبدو تشوكتنا ويصول لسا قولي أنا ويثيقة ويا أخو أردت إذا حال كي أنا أنت إن نظافي أي قطع نظافي أي قطع مركز عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنت كصب بحي بول كيرا أي الدبدة فارست مركز يسكوه رضي الله عنه يسكوه لأنه نك أنا كهض ليا قف عادية معها من عادية معها وننك والنبي صلى الله عليه وسلم حديثك عبد الله بن عباس في صحيح البخاري انت النبي صلى الله عليه وسلم صفى ليستي من بركة أيوه عبدا خيره الله ما بين الدنيا وما عند الله نبي قال فريستي مقصود الضون باتشرة بقول النبي قال مركا عندهم مشيقين الضون باتشرة الضون أيها تشرة وإلى هاي خيارك أوسيي إنو كلا الدورته الدون كني خيرات كذا النعمة كذا الذهب كذا يعين إلهي سبحانه وتعالى لكل من قال فاختار ما عند الله فاختار ما عند وحي إلهي وحجة أضون كاسي على يستي إن إلهي سبحانه وتعالى لكل من قال فبكى أبو بكر أبو بكر أكفر لي أي اسكؤه رضي الله عنه يعني أبو بكر محبة لرسول الله نبقى وجه على وحكم وحبوه فهمي وحبوه أخرستي ويسكؤه مركز رسولك أي ما كان سوري لا تبكي يا أبا بكر هؤي مولي يا أبا بكر هاي المين يعني سبحان الله أبو بكر يا النبي يقول محي هاي وراء الله صوت الانتي رسول الله رسول صوت هاجري حوله دي وضع دينة إله أهري. فقال يا أبا بكر لا تبكي يا أبا بكر ما كان سوري النبي يقول إن من أمن الناس علي في ماله وصحبتي أبا بكر الدون الدونك سبحانه وتعالى انت الى عبادك او الى سبحانه وتعالى قفك قران ابا المرين كريم بول نبي وابو بكر الصديق رضي الله مركاسوي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا سبحان الله هديا خليل يعني خليل ان كدغنا يقف ابو بكر بوحان لها ولكنكم ولكن صاحبكم خليل الرحمن لكن أنا خليل كي وإلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى أنا كذا قدوتك وشعيلي يعني.